من يعتقد أن الدراجة المزودة بمحرك كهربائي ليست رياضية يكون مخطئاً، فموديلاتها أصبحت أكثر تنوعاً وبكبسة زر يتجول المرء عبر المدينة. فهل ستصبح دراجة المحرك الكهربائي بديلاً عن السيارة؟ هذا ما يعتقده ماتياس بلومل الذي يملك مصنع دراجات بالقرب من ميونخ. كنت أرغب دوما بصنع دراجات بنفسي، فمنذ صغري وأنا أركب دراجات سباق وأتمنيت دوما العمل في هذا المجال. وفي عام 2009 أعجبتني دراجة بمحرك كهربائي كان يقودها صديقي، ثم قررت قيادة واحدة منها. لم تعجبني أي دراجة حينها، وهذا جعلني أفكر بصنع واحدة بنفسي. استغرق عمل ماتياس بلومل مع فريقه في تطوير هذه الدراجة فائقة السرعة مدة عام ونصف. عمل خلالها المهندس على تطوير نظام الدفع، والتي حصل بها هذا العام على جائزة ولاية بافاريا للإنجازات التقنية البارزة. ما يميز الدراجة المزودة بمحرك كهربائي هو نظام الدفع المثبت هنا، والذي قمنا بتطويره. أجزاء نظام الدفع موجودة أسفل المقود في الجزء الذي يثبت العجلة الأمامية. البطارية مثبتة في الأسفل، وكذلك أجزاء التحكم الإلكتروني. المحرك في الجهة الأخرى. أجزاء نظام التحريك لا يتعدى وزنها 5 كيلوغرامات. وهذا يجعل الوزن الإجمالي لهذه الدراجات خفيفاً بوزنها البالغ 16 كيلوغراماً. فمتوسط وزن الدراجة ذات المحرك الكهربائي يتراوح من 25 إلى 30 كيلوغراماً، والعرض يزداد تنوعاً. ويؤمن المحرك سهولة السفر حتى في الأماكن المرتفعة، وبكبسة زر يتحول سير الدراجة من الدفع عبر الدواسات إلى الدفع الآلي. العنصر الأساسي في الدراجة الكهربائية هو البطارية، فبدونها لا يمكن السفر، ويستغرق شحنها من 2 إلى 3 ساعات، ويمكن بعدها قطع مسافة 40 كيلومترا. يتراوح سعر الشحن لمرة واحدة من 10 إلى 20 سنتا بحسب شركة الكهرباء. هذا الموديل لا يمت بصلة تقريبا لجيل الدراجات الكهربائية الأول ذي الوزن الثقيل. إنها من تصميم المعماري الإيراني الألماني هادي تهراني، واستغرق تطويرها عاماً كاملاً. ركزنا على صنع دراجة صرفة، لم نرغب بتصنيع هجين بين الدراجات الهوائية والنارية، بل أردتها أن تبقى دراجة عادية أنيقة وبسيطة جداً. المحرك فيها مدموج ببساطة بالعجلة الأمامية. سعر دراجته الكهربائية 1200 يورو، وسعى كي لا يكون مؤشر البطارية لافتاً للنظر ويمكن انتزاعه. وجدت حلاً للبطارية إذا اعتبرتها كحقيبة اليد التي أحملها معي وأخذها في نهاية اليوم إلى البيت لشحنها من جديد. يصل وزن الدراجات ذات المحرك الكهربائي إلى 25 كيلوغراماً، وقيادتها تتطلب رخصة خاصة. الممتع في قيادة الدراجة الكهربائية هو التسارع الذي يحدث من خلال المحرك الإضافي، وهذا هو المدهش فيها. السرعة الفائقة لهذه الدراجة الكهربائية يعبر عنها أيضاً اسمها المميز، كالناس الشوارع.